بداية، مسألة الحب والكره مسألة نسبية، من الصعب جدا تصنيف مشاعر رجل من حجم الحسن الثاني، رجل خبر المحن والخيانات واستلذ أيضا بنشوة الانتصار وطعم السلطة المطلقة، ورجل تدرج في أسلاك دبلوماسية. بداية، مسألة الحب والكره مسألة نسبية، من الصعب جدا تصنيف مشاعر رجل من حجم الحسن الثاني، رجل خبر المحن والخيانات واستلذ واستطاب أيضا بنشوة الانتصار وطعم السلطة المطلقة، رجل تدرج في أسلاك الدبلوماسية والعلاقات المبنية على الذات أحيانا وعلى المصالح أحيانا أخرى. الحسن الثاني ملك جرب الأصدقاء والأعداء على السواء، وترك لقلبه مرات عديدة صلاحية اتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية. لماذا كان ينظر الحسن الثاني لمحمد اليزغي بنوع من النفور وعدم الارتياح؟ وهل كان يحمل بعضا من الضغينة أو كلها لإرسال طرد ملغوم لغريم له ينفجر بمجرد فتح الطرد؟ هي أسئلة تاريخية تبقى معلقة باسم السؤال حتى تنكشف الحقائق ذات يوم. جذور الحكاية، جذور الحكاية في النفور بين الحسن الثاني ومحمد اليزغي تعود إلى سنة 1972، حينما عقد الملك الخارج لتوه من محاولتين انقلابيتين لقاء مع قادة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. تحدث الحسن الثاني في اللقاء مطولا عن الفقيه البصري متهما إياه بالتآمر وتعبئة الأمازيغيين ضد الملكية. وفي هذه اللحظة بالذات أظهر اليزغي ابتسامة عريضة كناية عن السخرية، فنظر إليه الملك الحسن الثاني بشرز وقال: اسمع اليزغي، لدي دليل ملموس على هذا، لقد أرسلت المحجوب أحرضا إلى الفقيه البصري وزودته بآلة تسجيل في ساعة يضعها في معصمه. كان ذلك الموقف هو بداية الرفض المعنوي الذي ظل الملك يقابل به اليزغي إلى آخر لحظة في حياته. في السنة الموالية يتعرض محمد اليزغي سنة 1973 إلى انفجار بطرد ملغوم نجا منه بأعجوبة. بالمقابل كان محمد اليزغي يعرف حدود العلاقة بين الرجلين مما عاشه بعد انفجار الطرد الملغوم، وكان فضلا من الله أنه عاش كما يقول فابور. هكذا تحدث محمد اليزغي عن تلك اللحظة التي تناطرت فيها أشلاؤه في يوم من أيام 1973، منحة ما بعد الموت أو الوقت البدل الضائع الذي يتحدث عنه محمد اليزغي سيكون مليئا بالأشواك وطويلا في المرارة وعاتيا في المحنة. وانضاف إليه اعتقال محمد اليزغي سنة 1981 إلى جانب عبد الرحيم بوعبيد ليضيف الكثير من مداد السوابل على علاقة الجمر التي جمعت بين الرجلين. كل هذه الحياة الطويلة ما بعد الصراح المؤقت من موت محقق ومحتوم يعتبرها صاحبها مجرد فابور، وهو يبتسم ابتسامة عريضة لم تعجب الحسن الثاني. ولا شك على المستوى السياسي وفي فترات متقطعة
جمعت الملك الحسن الثاني بالقيادي الاتحادي محمد اليازغي العديد من اللقاءات. ففي آخر اللقاءات أو في آخر لقاء جمع بين الحسن الثاني واليازغي أثناء الإعداد لتجربة حكومة التناغم، كان اليازغي يجلب إلى جانب محمد بوستة متشبتين بخل إدريس البصري، وقال اليازغي موجها كلامه إلى الحسن الثاني: يمكن إسناد هذا المنصب إلى أي شخص من دار المخزن باستثناء البصري. فأجابه الملك الراحل بحدة: عندما تعرف ما يدور بحزبك تكلم عن دار المخزن. الاتحاديون الكبار نالوا من حب الحسن الثاني وولي عهد المغرب آنذاك مطلع الاستقلال بالقدر الذي نالوه من كرهه ونفوره لهم وله بعد وصوله إلى العرش. فالفقيه البصري أثناء نفيه إلى ليبيا زاره صحفي مغربي وتحدث معه عن وضعيته، ثم عرض عليه العودة إلى المغرب، لكنه أجاب قائلا: مهما فعلت من مبادرات فهو لا يحبني، ليس بيننا ود، وهذا أمر قديم. المؤكد أن الحسن الثاني لم يكن يحب اليازغي، فبعد وفاة الزعيم الاشتراكي عبد الرحيم بوعبيد في سنة 1992 عقد الملك الحسن الثاني لقاء مع النقابات بعدما كانت هذه الأخيرة قد أعلنت أنها بصدد الدعوة إلى إضراب عام. وحضر محمد اليازغي هذا اللقاء، وعندما بدأ الملك في الحديث أخذ اليازغي يدون في أوراقه كلام الملك، فأوقفه الملك بحدة قائلا: لا تكتب، سأعطيك تسجيلا بالفيديو لكل ما دار في هذا اللقاء. وخلال 4 أشهر من اللقاءات اليومية كان اليازغي يلتقي بالملك الحسن الثاني، وكلما تحدث اليازغي لا يرد عليه الملك. القادة الاتحاديون ظفروا بحب الملك واحترامه، فهو كان يقول عن عبد الرحيم بوعبيد إنه رجل دولة، وعلى العكس مما يتوقع البعض فقد كان الحسن الثاني لا يكره المهدي بن بركة، ولكنه عندما سئل عنه قال: كنت أجده شخصيا مهيجا ومستفزا. كان الحسن الثاني يقرن كرهه بالأفعال ولا يخفي كرهه عن الأشخاص الذين لا يحبهم، ويتذكر كل شيء ولو كانت أمورا بسيطة، كل شيء وكل كلمة وكل فعل من قبل من يتعلم معهم أو يتعامل معهم من معاونيه أو معارضيه. فلم يغفر أبدا للمحامي عبد الرحيم برادة مرافعاته دفاعا عن معتقلي إلى الأمام، فأصدر الملك أمرا بتجريده من جواز السفر 20 عاما، وبرادة يحاول الحصول على الجواز دون جدوى. وخلال تلك الفترة أجرى الملك الحسن الثاني حوارا مع أحد المجلات الفرنسية الدائعة الصيت، وبعد أن انتهى الحوار طلب الصحفي من الحسن الثاني أن يجد حلا لوضعية برادة، فغضب الملك وقال للصحفي: لو كنت أعلم أنك ستطلب مني هذا لما وافقت على إجراء هذا الحوار معك. كان معكم عبد الله، وإلى لقاء متجدد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.